سبيدران هولو نايت. نعم يا شباب، جه الوقت المناسب. والصراحة يا شباب هولو نايت كانت من أفضل الألعاب اللي سويت لها سبيدران. السبيدران حقها يا أخي ممتع، يعني حرفين التحركات في اللعبة هذه جدا ممتعة، ولكن يا شباب يعني كان في صعوبة. الصراحة كان في صعوبة قوية، بعد صعوبة من النوع اللي تجلط. ويعني شاوة تشفتوني نزلت البوست هذاك ووريتكم هذيك الصورة، واللي لعب اللعبة يعرف عن أي بوش أتكلم. كان عذاب، ولكن بنشوف هل قدرت أسويها ولا لا. والرقم القياسي لهذه اللعبة هو 31 دقيقة و 24 ثانية، فبنشوف هل نقدر نقتم ولونات في أقل من ساعة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا صلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد، وخلونا نبدأ. أوكي، قبل ما نبدأ كل شيء لازم نخلي التحديث 1.2.2.1، لأن التحديثات الحالية في بعض الطرق خلاص صلحوها فما رح تقدر تسويها. والحلو إنه مرة سهل إنك تسوي لها داونجريد، فقط روح على ستيم، روح على بيتاز وخلاص. مكتوب هذا جريم روب مدري إيش 1.2، المهم اللي هو. وأيضا يا شباب الحلو بعد أن برنامج لايف سبليت هذا حقين هولو نايت خلاص اوريدي يعني يسووا اعدادات تلقائيه، فكل شيء تلقائي كذا. كل ما تبدا المؤقت راح يبدا تلقائيا، وبعض الايتمات لما تاخذها راح يسوي كذا سبليت تلقائيا. فيا صراحه احتجت بعض الوقت عشان اعدله، ولكن زي ما تشوفون اول ما بدينا خلاص الوقت بدا، لكن بعض ممكن يلاحظ زي الصفر، الوقت مكتوب عليه صفر، لان ايضا في شيء مهم هنا راح اقول لكم اياه بعد شوي. ولكن المهم اول ما تبدا اللعبه على طول سوي ستارت عشان تقدر تمشي، وايضا سوي سيلكت عشان تطيح طيحه قويه. فزي ما تشوفون احنا ركبنا انيميشن البدايه حق اللعبه اللي كذا اول شيء يطيح طيحه صقاطيه، بعدين يستوعب هو وين وكذا، ما نحتاج الاشياء ابدا، فقط سوي ستارت نفس كذا وطيح طيحه قويه، وبعدها خلاص تكمل مشي عند هذول البلاتفورمز. وطبعا هذه اللعبه شاف فيها ميكانيكال بوغو جمب، بحيث انك انت لو ضربت على تحت وانت في الهواء راح كذا تاخذ نقزه اضافيه شيء كذا. فاي انا مرات كذا اشتغل الاعداء عشان اكمل بلاتفورم، وهذه الفكره مره رهيبه الصراحه. ولكن المهم كل اللي عليك تسويه انك تكمل مشي لين ما توصل عند هذا الباب، وتكسر الباب هذا لين ما خلاص يعني انكسر تماما. وزي ما تشوفون الحين المؤقت فجأة وقف. وبكل بساطة يا شباب البرنامج هذا السبيد رانرز حق هولو نايت خصصوه بحيث انه يمسح الاوقات اللي فيها لودينج، فلما تشوف المؤقت يكون واقف اعرف انه فيه لودينج، عشان لو واحد عنده مثلا بي سي ضعيف ما يكون متقدم عليه واحد عنده بي سي قوي. فيا كل هذه الاشياء يعني عشان تكون متعادله، ما حد يكون متقدم على الثاني تقنيا ولا شيء، لا كلكم راح تكونون نفس الشيء. فتوصل عند هذا المكان وهنا راح تمشي، لكن انت لا تمشي ابدا، اقعد نطنط اكثر مره عشان بسرعه توصل المكان. وبعد اطيح في هذا البئر وكمل امشي كذا على اليسار، وحاول انك تروح عند هذا المكان بالضبط، لكن للاسف زي ما تشوفون انا طحت هنا نوعا ما. فبسبب هالشيء انضربت اكثر مره. انت لو على طول رحت لهذا المكان وضغطت سلكت راح تطيح طيحه صقاطيه بدون ما تنضرب من اي حد، فهي هذه كانت المشكله. ولكن المهم نوصل عند هذول الحشرات، نقتل الاولى ونحاول نسوي حركه، لكن للاسف تدمجنا. اللي حاولوا يسوي اني ارمي هذا السبايك على الحشرات اللي هنا عشان بسرعه يعني يموتون، لكن هالحركه الصراحه صعبه فما اقدر اسويها. ولكن نكمل مشي هنا، وزي ما تشوفون جالس استغل ميكانيكال بوغو جمب، لكن للاسف ان دمي صار واحد. لذلك الحمد لله يا شباب، الحمد لله ان هولو نايت فيها نظام انك تهيل نفسك. وعارفين لو الميكانيك هذا ما كان موجود ما ادري شو راح يصير فيني حقيقه، ما اتوقع ان هذا الفيديو بيكون موجود. فايا تكمل مشي هنا، تروح فوق وتحاول تكمل تسوي بلاتفورم. وانت ايضا في شيء لازم اذكره بعد، حاول انك تسوي بلاتفورم سريع بحيث انك تخلي نطتك بالضبط تجي على البلاتفورم، لان في هذه اللعبه كل ما تتم ضاغط اكس النايت هذا راح يطول في النطه، فانت على حسب البلاتفورم اللي انت فيه، اذا شفت نطه خفيفه اضغط خفيف، نطه بعيده اضغط اكثر. هذا الشيء كان يحتاج لبعض المحاولات، واللي طبعا الحمد لله قدرت اتقنه نوعا ما، بحيث انه خلاص في النهايات لما ضربت كثير وسويت سبيدرنات كثيره خلاص صار الوضع سهل علي. فالمهم تواجه هذا البوس، وطبعا هذا البوس جدا جدا سهل، وانا ايضا استغل الوقت اني اهيل نفسي لما يحاول يطلع راسه. وبعدها يا رجال شو تسوي؟ تكسر هذا الجدار اللي هنا. ياب ادري انه شيء غريب يا زوج، شو السالفه؟ اول مره نعرف هذا الاختصار الصراحه، حتى انا استغربت لما شفت هالشيء، لاني شاب انا اصلا اوريدي لعبت هذه اللعبه من قبل زمان، يعني لعبتها كامله وختمتها كامله وحللتها واستمتعت فيها الصراحه، لان ممكن البعض يحسب اني انا بديت سبيدرن على طول بدون لا اعرف اي شيء عن اللعبه، لا انا اوريدي لعبتها. فالمهم تكمل مشي توصل عند بيت الشامان، ها مدري ايش اسمه، وتكلم نفس كذا. وايضا شباب احنا سكبنا هذاك البوس الاول لانه ما نحتاجه اصلا. فالمهم تاخذ هذه القوه، وزي ما تشوفون شاب السبليتر حقي على طول كذا سوى سبليت تلقائيا. وبهذه الطريقه يا حبيبي اخذنا الفاير بول سكيل. وطبعا اللعبه هذه شاب لعبه مترويدفينيا، يعني كل ما تتقدم راح تحصل سكلات راح تقوي نفسك مع الوقت باختصار. فيا كانت هذه تقريبا اول خطوه في انك تقوي نفسك. وبعد هذا يا حبيبي الشامان خلاص يحبسك للابد، او لا مش للابد، هو يباك تسوي مهمه. فاحنا جالسين نمشي كذا عند هذا المكان بالضبط، نحاول نسوي نفس كذا زي ما تشوفون. هذه الحركه شاب يحتاج لها سرعه، انك تطير هذا الشيء اللي تدحرج
على فوق بحيث انك انت ودت تمشي على طول لف فوق صح ان الدمش لكن مين يهتم. فالمهم اضرب فاير بول اكثر مره ولكن شوفوا كيف الشباب لازم تنتظر هذا الشخص يرمي عليك هذا الشيء عشان طبعا تضرب ثلاث ضربات ويكون عندك فاير بول ثاني. لكن للاسف ان لما تكون قريب منه مره ما راح يخليك تضربه فهي لازم تكون بعيد منه شويه. فبعد ما نكمل مهمه الشامان خلاص يفتح لنا الطريق ونصير مسالمين. وايضا شباب انا حاب استغل الفرصه هذه اني ارتاح على هذا البونفاير ولا صبر وات هل انا قلت بونفاير معقوله ارتاح على الكرسي لانه الشاب تقريبا نفس البونفاير نوعا ما بحيث انك انت لو جلست عليه كذا راح يرجع هيلثك وراح يكون التشيك بوينت حقك باختصار. فالمهم تضرب على هذا السويتش وتكمل على اليسار نفس كذا وهذه المره ترجع فوق. وايضا وانت تحاول ترجع فوق حاول انك تجيب كم من سول لان برضه شاف في شيء هنا مهم الشيء هذا اللي جنب الهيلف هو عباره عن سولز وهو الشيء اللي اصلا يخليك تسوي سكلات ولا تهيل نفسك ومن هالاشياء يعني. فدام ان الحين عندنا الفاير بول سكيل في حركه حلوه مره هنا اول ما تشوف هذا العدو ارجع لورا واضرب بالضبط عند هالمكان وزي ما تشوفوا قتلناه يا حبيبي بدون ما نضطر نرمي عليه اربعه فاير بول. والسالفه فيها يا شباب ان لما ترمي فاير بول وانت خارج الشاشه نوعا ما العدو كذا راح يتدمج اكثر مره فاي هذا الشيء صراحه كان جدا جميل. فاتكمل مشي الحين عند الجرين باث هذا وايضا وانت تمشي حاول انك تصقع الاعداء كذا ضربه خفيفه لطيفه يعني انت في النهايه ما قتلتهم انت بس كذا اعطيتهم ضربه خفيفه عشان يتذكروك مستقبلا. ولكن لا سوينا هذا الشيء عشان برضو نعبي السولز لان هنا يا شاب في سكيب يعني ها نوعا ما صعب. كل اللي عليك تسويه انك تمشي على الحافه كذا وتنط نطه قويه وتسوي فاير بول ولكن زي ما تشوفون ما قدرت اسويها لان خلوني اشرح لكم اكثر. عشان تضبط هذه الحركه لازم وانت في حدود النطه حقتك مره بسرعه تلف ورا وتسوي فاير بول وتمشي على اليسار يعني عارفين وانت في النطه لازم تضغط كذا يمين ودا اعرف نفس الوقت مره بسرعه لازم مره لان لو تلاحظون يا شباب النايت هذا مرات كذا يمشي يمين شويه وهذا اللي ما نبغاه ابدا طبعا. فهذه الحركه الصراحه يحتاج لسرعه مو طبيعيه والمشكله لو فيلت اضطرني ارجع للسكرين اللي قبله واقعد افرم على هذول الحشرات اكثر مره وعاد شوفوا كيف صار دمي. حاولت اقاتل مع هذا لكنه شطحني تسطيح وطيرني في الاسيد وصار دمي واحد. والحين يلا شباب نرجع للتفريم ويلا مره ثانيه جالس احاول لكن زي ما تشوفون النايت يمشي على اليمين شويه وهذا اللي ما نبغاه ابدا يعني حتى لو كنت قريب مره من الحافه ما راح تنفع لازم بالضبط. فيا الصراحه شوفوا كيف حاولت كثير نفس كذا وكل مره محاولاتي يعني تفشل اكثر واكثر وانا جالس اسال نفسي ليش جالس احاول على هذا الجلتش لكني قلت لا يا زايد لا تروح للطريق الثاني ولا شيء خلاص استمر على هذه الحركه دام انك انت جالس تحاول اكثر مره وسويتها في التدريبات افعلها يا حبيبي. وبعد محاوله شاب اخيرا خلاص قدرت اسويها زي ما تشوفون قدرت اسكب هذا المكان بكل سهوله نوعا ما ولا ما اتوقع نقدر نقول بسهوله لان ضيعنا وقت مره كثير. ولكن متقابل هنا حشرات مخيسه اسحب عليهم طبعا ولكن هل تحسبون ان خلاص خلصنا من هذه الحركه؟ لا يا حبيبي لازم تستعمل هذه الحركه اجين في هذه المنطقه ولسبب من ما شاب سويتها من اول محاوله وهذا شيء عجيب الصراحه. ولكن ابشركم يا شباب هذه المره كانت اسهل من الاولى لان الاولى عارفين تجلط اكثر وصعبه جدا واشياء يعني. ولكن المهم نمشي عند هذا المكان والحين نوصل عند ميني بوس نوعا ما لازم نقتله شاب عشان نفتح الطريق فهذا سهل جدا انك تقتله طبعا او انك كذا تسوي بوجو جمب وكل ما يكون عندك الفرصه انك تعطيه الفاير بول عطى الفاير بول وايضا طبعا خذ الفلوس لأن الفلوس مهمة جدا. فنكمل هذا البلاتفورمات نتشلق نفس كذا وتحاول ايضا تكون سريع في هذا الشيء، حاول انك ما تضيع وقت في النطه حقتك، بحيث انك تجيبها كذا بالضبط على البلاتفورم، وهذا اللي كان يخلي السبيدر ممتع الصراحه، وايضا وانت في الطريق اضرب الحشرات هذه عشان يزيد عندك السولز بدون لا تقعد تضطر انك توقف ولا شيء، وايضا صح شاب حاب اقول ان اللعبه هذه يا اخي يعني طول الوقت انت جالس تمشي فيها، السبيدر حرفيا كان ممتع بسبب هذا الشيء، ما في لحظات توقف، ما في انيميشنات تخرب عليك، الا قليل طبعا، بس يعني ها جدا بسرعه يخلصون، ولكن زي ما تشوفون نوصل عند الميني بوسز هذول وطبعا الفاير بول سكيل تأدبهم تأديب عارفين يمكن كذا ضربتين ولا ثلاثه يموتون هم الاثنين، وايضا حاول انك تاخذ هذا الجيو طبعا اللي هو الفلوس لكن داخل اللعبه اسمه جيو كذا عمله اللعبه يعني، لان زي ما قلت مهم جدا انك تاخذ الفلوس، فالمهم نوصل على اليسار كذا وطبعا انا نسيت اني اضغط سبلت، فهي زي ما قلت لكم مو كل شيء تلقائي في البرنامج، ولكن نوصل يا شاب عند بوس اديله، ممكن بعض يقول زاك شو السالفه اسمه هورن انت شو اللي اديله؟ يا شباب والله ما ادري عنكم لكن تعجبني لما تقول اديله ما ادري يا شباب عسى شيء عجيب اصوات الشخصيات في هذه اللعبه يا اخي مره رهيب. ولكن يا شباب زي ما تشوفون انا صرت يعني مره محترف في هذه اللعبه لدرجه اني قاعد اقاتل قتال جدا اسطوري او هالبوس صراحه جدا سهل يعني. لكن الشيء اللي مو بسهل لما تسوي داش عليك وانت في الارض هذه الحركه اللي فعلا تجلط وزي ما تشوفوا دمي صار واحد وانا عارفين كنت جدا خايف ولكن قلت لا يا حبيبي ما عليك الحمد لله انك تقدر تهيل في هذه اللعبه. فايا بعد كذا كم محاوله وفاير بول وسكيلز يعني واشياء حلوه كذا تقتل هذا البوس وتاخذ حركه الداش.
اوه بوي الحركة هذه مرة رهيبة. الحين الموفمنت يا حبيبي راح يصير افضل وافضل، وبعد ما تاخذ هذا الداش على طول سوي كويت جيم وارجع ياب حركات دارك سولز يا حبيبي، عشان اول ما ترجع خلاص توصل عند هذا الكرسي. وخلوني اقول لكم شيء يا شباب، انا اعشق المترويدفينيا، احب العاب المترويدفينيا جدا، واتوقع ان اول لعبة مترويدفينيا العبها هي سوبر مترويد، واللي كانت لعبة جدا جدا اعشقها الصراحة، مرة استمتعت فيها لدرجة ان شاب احس اني ودي اسوي سبيدر لها الصراحة. ولكن على العموم تكمل مشي عند هذا الطريق، وهذه المرة تروح فوق وتروح عند هذا المكان بالضبط وتدفع لهذا الشيء عشان شو تسوي، عشان تفتح الفاست رافل عند هذا المكان لان راح نحتاجه بعدين. فالمهم نوصل عند هذا البوس، واللي هذا البوس طبعا مرة 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 سهل، لكن طبعا لما شو هالحركة يعني ها ولا زال سهل، لكن المشكلة انه صعب تضرب عليه الفاير بول بهالطريقة، لان اصلا مفترض اني انا ارمي عليه فاير بول، لكن يا اخي كل شوي هذا يتم في الهواء. ولكن المهم جدا ايزي انك تقتله، يعطيك كذا فلوس حلوة، ولكن زي ما تشوفون شاب بطنك قاعدة تتهزهز كذا ويطلع فيه اكثر من حشر، ويا حبيبي عطهم فاير بول كلهم واستمتع بالمنظر. وبعدها خلاص ينفتح لك هذا الطريق، على طول امشي سيدة عند هذا الكرسي ارتاح فيه عشان طبعا تفعل التشيك بوينت، وادخل عند هذا الشخص وايضا اشتري من عنده الشامان ستون. والتشارمز هذه عبارة عن اشياء كذا تقويك، فالشرم اللي احنا اخذناه يقوي حركة الفاير بول، وهذا الشيء طبعا مرة مفيد. ولكن يا شباب اكتشفت اني انا سويت غلطة جدا فادحة، اكتشفت اني انا رايح الطريق الغلط وسويت كود جيم على اساس اني ارجع الكرسي اللي قبله، لكن طبعا رجعني هنا. وايوه وش السالفة يا زايد، خلاص السبيدر هذا اخترب بالكامل. الله يا شباب تقدرون تقولنا يب اخترب بالكامل، يعني حتى الموقت صار خربان. ورجعت اشوف السبيدر حق الرقم القياسي عشان اتاكد وين اروح، مع انه تخيلوا ثلاث مرات سويت السبيدر مع ذلك لهزلت ناسي. فالمهم نرجع الطريق صح، واللي وهذا المكان وزي ما تشوفون المكان يحتل الداش، فعشان كذا احنا جبنا هذا الداش. وايضا الداش اصلا مش بس عشان حركه، الداش مفيد في كل الحالات، في قتالك مع البوس، في تحركاتك، في كل شيء. يعني كيف لعبه مترويدفينيا بدون ما يكون في داش؟ شيء ما يدخل العقل. ولكن للاسف يا شباب ان هذا المكان يعني زي ما تشوفون طحت في الاسيد نفس كذا، لكن يا اخي المكان مهما اعيده ما اقدر احفظه، كذا قاعد امشي بهدوء. فالمهم بعد ما تكمل بلاتفورمات نفس كذا خلاص روح على اليمين وكمل امشي وحاول تتفادى هذول المشرومات المتفجره، وبعدها خلاص هذا الطريق ما في لأي شيء غير انك بس تمشي على اليسار. وايضا هنا حاول تستعمل هالاشياء الوردية وتسوي داش بسرعة عشان تحرك بسرعة اكثر. وبعدها نوصل لهذا المكان، وايوه هذا المكان بعد شاف فيه السكيب يعتبر صراحة صعب. كل عليك تسويه انك توقف في هذا المكان، تخلي المشروم هذا يطلق طلقة كذا متفجرات ولا اللي هو، وبعدها كذا حاول تخلي النايت هذا يكون واقف على المشروم نفسنا. وش تسوي؟ حاول انك تنط من المتفجرات هذه عشان توصل المكان الثاني. لكن زي ما قلت الحركة هذه صعبة، السر هو فيه انك لازم تكون على اعلى ارتفاع للنطة حقتك. ولكن الحمد لله شاب ان هولو نايت فيها خلفيات واشياء كذا يعني تقدر تساعدك اكثر. فانا شفت طريقه في اليوتيوب يقول لك ان لما المتفجرات هذه توصل عند الحفره اللي في الخلفيه هذه على طول خلاص انت ابدا نط وحاول انك تنط من هالمتفجرات. لكن زي ما تشوفون شاب يحتاج محاولات كثيره، والمشكله بعد اني انا ما اخاطر، والمفترض اني انا اكون في اعلى النطة حقتي، لكني خايف يا شباب لان المتفجرات هذه تدمج قلبين، تخيلوا قلبين. ولكن زي ما تشوفون شاب بعد محاولات جدا كثيره كل لازم تسويه انك تنط على هذه المتفجرات، ولما تنفجر ايضا تقدر تنط مره ثانيه على الانفجار نفسه، عرفتوا كيف؟ فبالطريقه يا حبيبي سكبنا مكان يحتاج لسكيل ثاني عشان تجيبه، لكن ما نحتاج يا حبيبي دام ان احنا سبيد رانرز عندنا حركات نفس كذا ليش لا. فنوصل عند هذا المكان واللي هو قريه المانتس، كلنا مسوينا نضرب على هذا السويتش عشان يفتح الباب اللي فوق، ولكن زي ما تشوفون شاب حشروني نوعا ما. ولكن ايضا هنا في حركه تقدر تسويها عن طريق انك تضرب المانتس هذا تسوي له بوجو جمب عشان تروح المكان اللي بعده زي ما تشوفون. لكن للاسف اني انا انضربت ونزلوني، ومش بس كذا المانتس هذا يعني ضربه واحده وخلاص مات بالطريقه خلاص راح على الطريق. ولكن الحمد لله يا شباب انا تقدر توصل هالطريق عن طريق انك تروح على اليمين كذا. اوكي صح انه صار دمي واحد، لكن يعني مين يهتم، الهم انه في طريق هذا اللي ابغاه. فزي ما تشوفون تروح كذا على اليسار تسحب على هذا المانتس، تروح هنا وتاخذ هذا الشيء ومبروك اخذت حركه المانتس كلو. وبكل بساطه هذه الحركه تخليك تتسلق الجدران، وهذه الحركه تساعد على الموفمنت اكثر واكثر. يعني انت الحين صار عندك داش وصار عندك وول كلايمب، حرفيا الموفمنت الحين بيصير اسطوري، تقعد تتشلق كذا على الجدران ومدري ايش، فيا راح تشوفون مع الوقت. فالمهم تسوي كود جيم وترجع مره ثانيه عشان ترسبن عند هذا الكرسي اجين، واصل راح يرسبنك على الكرسي القديم هذا، لكن طبعا احنا لخبطنا في الطريق. ولكن الصراحه شاب الوالد الله يحفظها جابت لي كذا شبس وحلويات، ويعني ما ادري شاب قلت يا ريال خلي السبيدرن هذا يولي، خلني اكل بطاطس صحار ولا صحار والله ما ادري شو اسمه بالضبط، وايضا خلني اكل كندر بعد. عنجان زايد شو السالفه السبيدرن حقك؟ الصراحه شاب السبيدرن هذا ما اهتميت له لاني يا اخي انا رحت الطريق الغلط.
بالغلط وصارت اشياء غبيه كذا، ف يعني حس اني ما اهتم في السبيد رن، ولكن مع ذلك راح اكمل فقط عشان اشوف فرق الاوقات بعدين. فكل لازم نسويه ان نطلع من هذا الكرسي الحين ونروح على اليسار كذا، وايضا واحنا نمشي لازم نخلي هذول الاشخاص يدمجونه، وعلى طول ندخل هذا البيت عشان نقابل سلاي، نكلم سلاي عشان يرسبن عند مكان البدايه لان هذا راح نحتاجه وبقوه. فمره ثانيه نرجع لهذول الاشخاص وزي ما تشوفون نخليهم يقتلونه. يا ذا السالفه ايش تخليهم يقتلوك الحين بتعرف. فايا اول ما يقتلك على طول راح ترسبن عند هذا الكرسي، بهالطريقه انت خلاص على طول حط الشارم حقك اللي اشتريته. ولكن زي ما تشوفون شباب لما تموت في هذه اللعبه في كذا شبح راح يتكون ما ادري كيف، فانت لازم تقتل هذا الشبح عشان تسترجع فلوسك وايضا تسترجع السولز. ولكن احنا ما نهتم لهالاشياء ابدا، احنا يا حبيبي راح نسوي حركه اسمها شيد سكيب. زي ما قلت لكم الشباب هولو نايت فيها نظام البوغو جمب، بحيث انك لما تضرب عدو وانت في الهواء على تحت راح تنط من خلاله. وايوه تعرفون ايش راح اسوي الحين صح ولا لا؟ كل اللي عليك تسويه انك تضرب هذا الشبح مره واحده وتروح على يمين الكرسي كذا وقعد تسوي وول جمب اكثر مره عشان تخلي هذا الشبح يرتفع الارتفاع اللي انت تباه، وبعدها يا حبيبي سوي داش كذا واضربه على تحت عشان تسوي بوغو جمب، وعلى طول سوي داش للجدار اللي بعده وبوم سوي وول كلايم. وبهذه الطريقه يا حبيبي سكبت المكان. اللي اعرفه يا شباب ان هذا المكان يحتاج لدبل جمب او داش، مش متاكد الصراحه، لكن حرفيا يحتاج لسكيل ثاني عشان توصله. لكن دام اننا عندنا سكيل السبيد رن ما راح نحتاج السكيلات الثانيه هذه. فهي يا حبيبي السكيب صراحه مره حلو لما تسويه وكذا تحس انك انت يعني ما ادري عراب هولو نايت ما ادري، بس انه ممتع لما تسوي الجلتش. وبعدها زي ما تشوفون ما في اي شيء ثاني نسويه غيرنا بس نقعد نسوي داشات، ما في حتى بلاتفورم، ما في عداء، ما في شيء، كان يقول لك يلا خذ لك بريك للجاي. ولكن لما نوصل عند هذا المكان نروح عند الزاويه هذه بالضبط ونضرب السويتش نفس كذا عشان ما نضطر اننا ننتظر الجدار هذا يفتح، وبعدها خلاص نكمل كذا سيده ونكمل سيده اجين لين ما نوصل عند هذا المكان نتكلم مع هذول ما ادري ايش صراحه. ولكن اللي يصير يا حبيبي انه هولو نايت تدخل احلام العشره اتوقع ولا اللي هو، واللي نسويه يا حبيبي انه كذا نطيح برا الماب لان الحين راح يكون في انيميشن نوعا ما يطول لو ما طحت برا الماب. فانت بالعافيه عليك يا زنداني كمل اكل ولا تتم له السبيد رن ابدا. وهذا المكان كله يحتاج له هو البلاتفورمينج. زي ما قلت لكم مع كثره السبيد رنات اللي سويته احسني نوعا ما اتقنت النط، فقعد انط كذا بشكل سريع جدا بدون ما اطول في النطه بدون ما حتى اوقف. فهذا هو السر انك كذا تحاول تسوي بلاتفورمينج وكانك جالس تمشي كذا بشكل مستمر بدون ما تضطر توقف. بعدها خلاص توصل عند هذا المكان تاخذ الدريم نيل واللي طبعا ضروري عشان تنهي اللعبه. وايضا هنا في حركه نقدر نسويها لكني انا كنت مشغول في اكل الشبس هذا، مع انه يا اخي كانت حركه حلوه لكن للاسف ما عليه في السبيدر القادم راح نسويها. ولكن لما تسوي كذا وتضغط سلكت عشان زي ما تشوفون تنزل نزله سقاطيه، كل ما تفتح الانفنتوري وانت في الهواء راح تنزل نزله مره بسرعه. بعدها خلاص نرجع لهذا المكان وهالمره نكمل على اليمين، انتب من هذا النايت طبعا، وعلى طول ادخل هذا المصعد واضرب ابل سويتش عشان تنزل هذا المكان وكمل سيده. وزي ما تشوفون هذول الاشخاص يغطون ولسبب من ما دمش منهم مرتين مع انه كان دمج غير ضروري ابدا. ولكن لما نضرب السويتش هذا عشان نفتح الطريق نعطي له هذا ضربه ضربتين كذا ولا ثلاثه عشان طبعا نعبي السولز وندخل من هالاتجاه، وايضا نحاول نقتل هذول باسرع طريقه ممكنه وطبعا هو الفاير بول، لكن للاسف انهم دمجون كثير الصراحه. فكل يحتاج ان ناخذ هذا الايتم وراح اقول لكم ليش بعدين. نقابل هذا النايت للاسف انه دمجني، ولكن شوفوا كيف للاسف انه قتلني بعد مو بس دمجني. لما يدمجك يا حبيبي يب زي ما تشوفون ترجع عند هذا الكرسي وتقدرون تقولون انه خلاص السبيد رن انتهى، لان الحين عشان ترجع فلوسك تحتاج انك تضرب الشبح حقك، لكن الشبح حقك الحين كيف راح توصل الحين؟ تحتاج الشبح الثاني، فلو الحين مت مره ثانيه خلاص فلوسك راحت عليك. لذلك يا شباب خلاص بعد ما نهيت الشبس وشربت المياه واكلت بعض الكندر والاشياء الحلوه هذه قررت اني خلاص اعيد السبيد رن، وهذه المره خلاص ابدا سبيد رن فعلي بدون طقطقه بدون استهبال بدون ضياع، وهذا اهم شيء بدون ضياع. فاللي انصدمت منه انه يا حبيبي قدرت اسوي الفاير بول سكيب هذه من اول محاولة، تخيلوا حتى شوفوا كيف رياكشني في الكاميرا مرة مستغرب وش هالاعتراف اللي وصلت له يا زايد، وقدرت يا حبيبي اني اسوي الشيد سكيب من اول محاولة، وش هذا الاعتراف يا زنداني؟ وصراحة قلت اوكي ديم بديت يعني ها اعرف الموضوع اكثر. ولكن المهم نرجع المكان اللي متنا فيه نكمل نفس كذا، نحاول ان ما نتدمج من هذولا، وايضا نحاول نفرم سولز عليهم شوية دام انهم في الطريق كذا واثنين مع بعض ليش لا. وبعدها خلاص نوصل مدينة الدموع ندخل عند هذا المكان نسلم على الشبيبة اللي هنا، ولكن ايضا نحاول يعني ها نتقايض معاهم شويه ونروح عند المكان السري هنا عشان نلقى واحد مستخبي هنا. يعني احنا كنا نبي نعزمه لكن للاسف انه رفض، لذلك اجبرت اني اتقايض معاه. فبعد ما تضربه الضرب كذا خلاص راح يعطيك فلوس مره كثير، وانا احتاج اصلا عشان الفلوس نشوفه كيف تقريبا 400 او 500 يعطي. وبعدها نكمل نفس كذا على اليسار نضرب هذا المصعد، وايضا هنا في سكيب حلو نقدر نسويه بسبب الميكانيك البوغو جمب هذا. للاسف اني ما قدرت اسويه من اول محاوله فاضطريت اني ارجع من عند المصعد واروح المكان اللي بعده وكذا ارجع لنفس المكان
الان، لان اللي ابغى اسويه اني اضرب هذا الايتم وايضا اسوي وول داش، لان اذا ما خاب ظني تحتاج دبل جمب عشان تكمل في هالمكان. لكن دام ان البوغو جمب موجود ليش نحتاج الدبل جمب يا حبيبي؟ وبعدها تكمل هنا بتلقى هذا العصعوص يحاول يضاربك، وايضا بتلقى الحشرات هذول، حاول انك تقتلهم باسرع طريقه ممكنه وتسلق هذا الجدار. وعشان كذا احنا شاب رجعنا التحديث اللي قبل، لان هالمره زي ما تشوفوا ضربت السويتش وهو كذا ورا الباب، التحديثات الحاليه ما تقدر تسوي هالشيء ابدا. فيا هذه طريقه حلوه جدا الصراحه. بعد تكمل على اليسار ترتاح عند هذا الكرسي، واللي طبعا هذا شاب الكرسي مو ضروري لكن بالنسبه لي ضروري جدا. اوكي فترجع للمكان اللي انت فتحته قبل شوي، وزي ما تشوفون الوضع كله ظلام. يا شوف انت كيف قاعد تمشي كذا، ما عليكم يا شاب قدرت اني احفظ الطريق حتى هو في الظلام، لكن الطريق اصلا مره سهل. فقط كذا قاعد تسوي الكلام على اليمين اخر شيء، وكذا فجاه خلاص بتلقى نفسك انك رحت المكان اللي بعده. فكمل هنا، نروح على هذا الاليفيتر وكمل كذا بعد زياده، اضرب الاليفيتر نفس كذا واقعد تسوي الكلايمب. وايوه استعدوا الحين يا شباب، لان يعني يمكن يكون ورانا جلسه طويله. اول شيء تسوي انك تضرب السقف نفس كذا، تكمل كذا بعد، وايضا تضرب اللمبه هذه. وبكل بساطه اللمبه هذه خلاص راح تقتل احد البوسز اللي موجودين هنا. ولكن يلا شاب ندخل عند هذا البوس، واللي حب اسميه شاب بوس سونيك، لان عارفين هذا سونيك مو بواتشر نايت ولا شيء، هذا سونيك. فاول شيء قاعد يسويه انه قاعد يضربك كذا ضربتين، للاسف اني دمش منه مرتين ما ادري كيف الصراحه، ولكن زي ما تشوفون يقعد يسوي كذا حركه سونيك. والمشكله مرات انه يسويها بطريقتين، مرات يقعد يسوي حركه سونيك وهو ناط، ومرات كذا يقعد يسويه وهو في الارض. وعلى حسب المسافه اللي يسويها الموضوع ممكن يختلف شويتين، يعني لو سواها بسرعه وهو جنب الجدار كذا راح ينعكس عليك على طول، فانت لازم تكون جاهز لهذا الشيء. ولكن المشكله بعد فتره راح يرش من اثنين منهم، يب تخيل اثنين منهم. وعاد يلا ادعي ان الار ان جي ما يخذلك، لان نعم في ار ان جي مرات هم الاثنين يا حبيبي راح يعطوك كومبو ما تقدر تشوف له اي شيء. اذا جاك كومبو على الارض وجاك كومبو على الهواء فخلاص انت رحت وطي، الا لو كنت مره محترف وعندك ردة فعل مره سريع. فيا زي ما تشوفون جالس احاول اتفاداهم بصعوبه وصار دمي واحد، لكن زي ما قلت الحمد لله ان هول نايت فيها نظام انك تهيل نفسك. والمشكله هذول البوسس حتى ما يخلوك تهيل بسهوله، في اللحظه اللي تهيل فيها هي اللحظه اللي راح يا حبيبي تندعس فيها. وعاد يلا تحمل اثنين، شوف كيف مرات هم اثنين راح ينطون، مرات راح يتمون في الهواء، مرات راح يتمون في الارضيه، مرات راح تكون مره كذا منحشر بينهم، وانت عاد حاول انك تعرف المكان اللي توقف فيه بالضبط. مع ان هذا البوس في التدريبات كثير قتلته كثير، وكثير مره متمنه يمكن فوق 20 محاوله، مع ذلك لازلت مش متعود عليه. في السبيد ران الثالث لازلت مش متعود عليه، فطبعا قتلوني. لكن اعترف يا شاب البوس هذا طبعا يعني لو سويته بدون سبيد رن راح تستمتع فيه، لانه حقيقه ممتع لما تسوي كذا دجات وتسوي اوت بلاي كذا تخدعهم يا اخي، تحس انك انت فعلا هولو نايت محترف. وهالجزئيات جدا ممتعه الصراحه لما تهرب من الاماكن الخطره، لكن مش ممتع لما تموت مليون مره في سبيد رن. كمان اسمه سبيد رن مفهوم ما تموت. ولكن المهم يمكن احد اهم الاشياء اللي تسوي في هذا الفايت شو انك يا رجال ترمي الفاير بول عليهم هم الاثنين، لا ترمي على واحد منهم، لا هم الاثنين. وايضا اكثر شيء حسيته مناسب انك كذا تتم فوقهم وتسوي بوجو جمب طول الوقت، وايضا حاول انك تستجيب على حركاتهم نوعا ما، لان في انيميشنات معينه راح يسويها هذا البوس اذا مثلا راح ينط. ولكن للاسف شاب المحاوله الثالثه طبعا مت. نوعا ما انجنيت يا شاب، لكن لا احد يلومني الموضوع يجلط. وطبعا يا شاب المحاوله الرابعه لم استطع، ولكن في المحاوله الخامسه يا حبيبي اعطيتهم فاير بول اسطوري سطحهم هم اثنين يا حبيبي. صراحه هذه اللحظه كانت جدا قويه، حسيت اني كذا هيبه. ولكن شوفوا شاب اخر شيء كذا راح يصبر لك واحد بسبب انك انت شو طيحت عليه اللمبه الاولى هذيك، فخلاص انت بتقعد تضارب واحد، وطبعا الواحد جدا سهل على طول كذا روح ورا اضرب فاير بول اكثر مره نفس كذا وخلاص جي جي ايزي. ولكن كمان خمس محاولات تقريبا عند هذا البوس مره وقت كثير جالس يضيع، ولكن خلاص الحمد لله قدرنا ننهي من هذا البوس ويلا نكمل رحلتنا. وبعدها خلاص ما راح تحتاج هذا الاليفيتر، لذلك خلاص نزله وقعد تسوي كذا وول كلايمب اكثر مره. بعد كذا كمل على اليمين، استعمل الدريم نيل عشان توصل لاول دريمر. طبعا هذه اللعبه هدفك انك تتخلص من ثلاثه دريمرز، فيا هذا كان اول دريمر اتخلصنا منه على طول يا حبيبي نستنزفه نفس كذا. وزي ما تشوفون اتخلصنا من اول دريمر، بعد تضرب الاليفيتر نفس كذا روح على اليسار وتسوي الانفنتوري دروب عشان تنزل نزله سريعه. وهذه المره نروح على اليسار اضرب هذا الجست عشان يعطيك فلوس مره كثيره، وايضا خذ هذا الايتم. بعدها ارجع الطريق اللي جيت منه، ولكن هذه المره روح يسار وانتبه انك تطيح من هذا الاليفيتر عند الاشواك هذه. فيا الحمد لله ما صار هذا الشيء. كمل سيده هنا اضرب هذا الليفر عشان يفتح الباب، وضروري جدا انك تكلم هذا الشخص لان بعدين راح نقابله. وبسبب اني انا شاب احترفت الموفمنت نوعا ما، شوفوا كيف جالس اشتغل الاعداء والاشياء هذه واتفاداهم. فيا بعدها خلاص اضرب الاليفيتر نفس كذا وارتفع مره
ثانية وروح على هذا البلاتفورم وكمل نفس كذا، وأيضا حاول تحذر في هذا المكان، لأن أولا أنت ما تريد تطيح عشان ما تضيع وقت، وثانيا حاول أنك ما تنضرب من هذول الأعداء واللي طبعا هو الأصعب، عشان خلاص تأخذ هذا الأيتم وتفتك منهم وتفتك من شرهم وتكمل على اليمين. وأيضا انتبه من هذا الدبدوب، هذا حركاته تقهر الصراحة. ولكن المهم قابلنا الشخص اللي تكلمنا معاه قبل شوي واحتجنا نتكلم معاه عشان يروح السوق حقه، وبهالطريقة نقدر نبيع الأشياء اللي إحنا جبناها. فيا زي ما تشوفون أول أيتم نقدر نبيعه ب200 درهم، 200 درهم حلوة هذه، 200 جيو، والأيتم الثاني ب450، وعاد إحنا عندنا اثنين من هذا الأيتم. فيا شوفوا كيف صار عندنا الحين 2300، وبعدها خلاص نضرب هذا الليفر عشان يفتح الباب، نحاول نحضر نمطي على هذه الأشواك، وخلاص نكمل على اليمين طول الوقت، يعني نكمل على اليمين لين ما نوصل عند هذا المكان واللي هو طبعا حق الفاست ترافل. وهنا في طريقة حلوة إنك تفعل الفاست ترافل بسرعة. أول شيء كذا ادفع 300، بعدين خلاص على طول روح للسكرين اللي بعده وارجع السكرين مرة ثانية، اضرب فاير بول لين ما تسمع صوت الجرس. لكن للأسف إني ما قدرت أضرب الجرس، للأسف يا شباب إني أنا طلعت مرة بدري فما قدرت أسكب الأنيميشن حقه والأشياء هذه. فهي هي طريقة حلوة الصراحة لو تبى تختصر عليك الثواني. ولكن من بعدها خلاص نرجع لمكان البداية، نضرب هذا الليفر عشان يفتح الباب، وعلى طول نرتاح عند هذا البون فاير، أو لا الكرسي يا أخي إيش فينا أنا بون فاير. لكن المهم نوصل عند هذا الشخص اللي أنقذناه أول، والحين يا شباب نشتري منه أيتم جدا مهم واللي هو اللمبة هذه. يعني شاف في جزئيات حرفين اللعبة كلها تصير ظلام، فضروري إنك تأخذ هذا الشيء. ولكن يا شباب في شيء ثاني اكتشفته، اكتشفت إن أنا ما حطيت الشارم. تخيلوا جلست أقاتل البوس سونيك وأنا ما عندي الشارم هذا. إذا هذا ما كان احتراف ف ما ادري ايش هو الاحتراف يا شباب. لكن برضو هذا غلطتك يا زايد، يعني عارفين شيء جدا غبي انك تنسى، عارفين يمكن 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 شاب اسوي من اول محاوله لو كان عندي هذا الشارم. ولكن عوافي يا رجال، نعوض في السبيدرنات اللي بعدها. المهم نسوي فاست ترافل عند المكان اللي اول فتحناه، وايوه شوفوا كيف المكان يا شباب صار كذا كله يعني برتقالي وانفكتد ومدري ايش. ولكن شباب هذه الحشره صارت جدا غثيثه، فوق ما انها كبيره صارت سريعه، ولكن هنا بعد هالمكان يحتاج لموفمنت سريع. فشوفوا كيف انا جالس اتفادى الاعداء، جالس اتفاداهم بطريقه احترافيه يا رجال. هذه اللحظات اللي حبه في اللعبه الصراحه. ولكن المهم نوصل عند هذا المكان، ما ادري ايش ضغط نو، فيا نضغط يس، والحين نكمل عند افضل مكان لي في اللعبه، الكريستال بيك. هذا المكان يا اخي عشقه، الخلفيه، الموسيقى، البلاتفورمز اللي فيه، الاعداء اللي فيه، يا اخي المكان مره رهيب، مره مره جميل حتى. ولكن المهم مش يعني وقت الجمال والتاقلم والمدري ايش هذه، لازم وشي نقتل هذه الحشره هذه، نعطيها فاير بول كذا عشان تبتعد عن الطريق، ونكمل يسار اخر شيء ونرقى الكونفير بلت هذا. وايضا هي شباب لازم نحذر من الليزر اللي هنا، لانه بويان يكره هذا الليزر وبقوه، جدا جدا غثيث هذا الليزر. فيا زي ما تشوفون قدر ان يضربني من المره الاولى، ولكن شوفوا كيف عدينا بهالطريقه. وبعدها مره ثانيه يا حبيبي يكون في ليازر اكثر، وانت حاول انك ما تستعجل نوعا ما، العب كذا بهدوء عشان خلاص توصل للاعلى. بعدها خلاص يبقى لك اخر جزئيه واللي هو الصراحه نوعا ما صعبه، اعترف صعبه وتوتر في نفس الوقت. طول الوقت تسوي انك تسوي انفنتوري دروب نفس كذا، تروح اليمين تسوي انفنتوري دروب مره ثانيه، ويلا يا حبيبي استعد انك تسوي بلاتفورم ممكن يكون صعب شويه. فيا زي ما تشوفون تحاول تسوي بلاتفورم مسكين باسرع طريقه، ولكن شوفوا كيف المشكله في ليازر. لكن برضو انا كنت محظوظ الصراحه، ما راح اقول سكيلز، لا في حظ. فيا انتبه انك تخلي هذول اللياز تضربك، لانك كنت اوكي راح تتدمج ما في مشكله راح تتدمج، لكن لا تنسى انك لما تتدمج النايت حق كذا راح يروح يمين ولا يسار. فايوه انت ممكن تطيح في الكريستال هاب بالغلط ولا شيء، لكن الحمد لله قدرت اسويها يا حبيبي. وبعدها خلاص تقريبا انهينا هذه الجزئيه تماما، فقط روح عند هذا المكان. والان اخذنا افضل سكيل في اللعبه كلها، الكريستال هارت، او اللي زي حب اسميه الشاين سبارك. ليش سميتها شاين سبارك زايد؟ لان يا حبيبي هذه الحركه سوبر مترويد هي اللي صنعتها، فجدا حبيت انه هولو نايت استلهموا هذه الفكره منهم. بس بعد الحلو في هولو نايت انك تقدر تستخدم هذه الحركه على كيفك، لان مترويد تحتاج انك تركض اول شيء ومدري ايش ومن هالسوالف، فهي حركه اسطوريه. ولكن المهم تسوي كود جيم وترجع عشان مره ثانيه ترجع عند نفس الكرسي اللي كنت فيه. بعد على طول يا حبيبي استعمل الداش حقك نفس كذا بدل ما تمشي، وعلى طول لف يسار واستعمل الداش اجين يا حبيبي، تطير من خلالهم، كمل سيده نفس كذا. وايضا شوفوا كيف الانفنتوري دروب هذا الحلو، زي ما قلت لك لو كنت سريع مره ما راح تتدمج ابدا. بعدها مره ثانيه تعطيها اقوى شاين سبارك نفس كذا، ولكن للاسف اني تدمجت، لكن ما في مشكله، المفترض اني ما اوقف في هذا المكان. ولكن بعد اذا ما خاب ظني هنا في سكيب، او ما ادري اذا يعتبر سكيب ولا لا، لكن ما اتوقع المطورين راح يخلونا نفس كذا. فاللي لازم تسويه يا حبيبي انك توقف على الحافه هذه، لكن للاسف انا كل شوي اطيح في البحر، ما ادري يعني وش السالفه، انا متاكد جالس اضغط الزر، ولكن الحمد لله هذا الحشره موجوده عشان اقدر اهيل نفسي فيها. فيا زي ما تشوفون تلزق على الجدار كذا وتسوي شاين سبارك، وايوه بلاش رايك
رايكم في الحركه هذه؟ ايش رايكم في السكيب هذا؟ وبعدها خلاص توصل عند هذا المكان، وهالمكان صراحه يحتاج لحفظ نوعا ما، لاني شوفوا كيف اتدمج فيه مره كثير وكنت بموت حرفيا، ولكن خلاص الحمد لله عدينا على خير. ولكن برضو شاب انا كنت ابغى هي الصراحه، ما ابغى استمر وانا دمي واحد. ولكن اللي صار يا شباب يب موت. السالفة زاد موت من ايش؟ لانه شاف في قنديل مستخبي ورا الخلفية هذه، ما قدرت اشوفه. فيلا الحين بطرني ارجع كل هالخطوات، شيء جدا مستفز. ولكن شوفوا كيف مرة ثانية وصلت وانا دمي واحد، لكن مرة خلاص تعلمت من خطأي. وكل يحتاج اني اسوي الدريم نيل على هذول القناديل عشان اقدر اهيل على راحتي. فياه الحمد لله قدرت اسوي هالشيء، وناخذ الشبح حقنا ونكمل الطريق. فنسوي داش نفس كذا، ندخل عند هذا المكان ونسوي داش اجين يا حبيبي، ننزل من عند هذه الفتحة، وهنا حاول انك ما تتدمج. صح انه مش ضروري، لكن طبعا مين اللي يحب يتدمج؟ وللاسف اتدمجت. لكن بعدها خلاص نوصل عند هذا البوس، واللي عارفين الشاب اسمه اومو، وتخيلوه لدرجه اني انا سميته امومو، لان عارفين في شخصيه في ليج اوف ليجندز اسمه امومو، فقلت ليش لا. ولكن كل اللي تسويه في هذا البوس انك لازم تخليه كذا يجي بهالطريقه. وهذا البوس المشكله شو، انك ما تقدر تضربه ضربه عاديه، لازم تنتظر هذا الورع يساعدك. فزي ما تشوفون بعد ما يكسر للاسف اللي طحت في البحر. فيا هذه الطريقه الوحيده انك تقتله. لكن انا بعد محاولات كثيره مع هذا البوس، وتصدقوا شاب راح اسمي الورع اللي معي اسمه نكيرو، لان عارفين هو كل شوي يقول نكيرو نكيرو. فيا زي ما قلت شاب شخصيات هولو نايت صراحه يعني يضحكون لما يتكلمون. ولكن على العموم انت تبغى تخلي نكيرو يضرب هذا القنديل وهو في النص عشان تقدر تدمج على راحتك. زي ما تشوفون كل ما تضربه ضربه البوس هذا يقعد يتراجع نفس كذا. فهذا البوس صراحه يعني يطول الوضع اكثر، يعني ما ادري حسيت ان هذا البوس صراحه يعني كسبيد رن مش حلو. يمكن كلعب عادي يكون حلو ما ادري الصراحه، اللي اذكر انه كان حلو، لكن كسبيد رن زي ما اقول يقتل الرتم والسرعه. فيا البوس هذا تقريبا عنده حركتين، مرات كذا راح يرش من كهرباء جاهزة وانت حاول انك تعرف المكان اللي ما يكون فيه له كهرباء، ومرات راح يرسم الكهرباء كذا تلاحقك. وبس خلاص هذا هو البوس، انتظر هذا نكيرو يقعد يفجر كل شيء وانت قاعد تضرب اكثر مرة. لكن لا زال الوضع يطول، تقعد تكرر هذا الشيء لمدة طويلة. بعد ما اخيرا خلاص تكرر هذا الشيء لمدة طويلة، تضرب الضربة الأخيرة وتقول له جي جي إيزي. طبعا أهم شيء إنك تقول له كذا لا تنساها، وخلص تنزل عند هذا المكان بالضبط، وبعدها يا حبيبي تسوي كريستال داش نفس كذا عشان توصل المكان اللي بعده، وتكمل بهالطريقة تتسلق هالشيء الزجاجي، تسوي انسبكت هنا، ومرة ثانية نكيرو يجيك يقعد يسولف معاك سوالف ما تهتم لها أبدا الصراعة. وبعدها ما أدري إيش يسوي، يعطي القناع للدريمر هذا ولا اللي هو ما أدري إيش قاعد يصير. لكن المهم إنك أنت تستعمل الدريم نيل حقك، ومبروك تخلصنا من الدريمر ثاني على طول يا حبيبي. اشفط شفت وبوم بقالنا خلاص اخر دريمر. فتسوي الانفنتوري دروب نفس كذا، وخلاص المره ترجع بالطريقه اللي جيت منه، لكن هذه المره روح على اليمين وكمل يسار نفس كذا. وايضا حاول انك ما تتدمج، لان صدقني هذه المره راح تحتاجها، مش قاعد امزح، لا فعليا راح تحتاج كل هيلث عندك اياه، لان الحين راح نسوي سكيب مره 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 اسطوري. اللي لعبه هولو نايت عرفتوا المكان هذاك اللي اسمه بيست دين شيء كذا، تذكرون كيف انه كان صعب شويه صح؟ كيف انه فيه ترابات وأعداء غثيثين وتحتاج حفظ كثير في السبيد رن. لكن هذا السكيب يا حبيبي يقول لك لا ما راح تحتاج هالاشياء. فيا زي ما تشوفون انا جالس احاول افرم السولز حقي عشان اقدر ارجع هيلف اكثر بعد، تخيلوا. فكل لازم تسويه انك تروح عند هذا المكان، بعد زي ما تشوفون تنط كذا على حافه البحر، مره مره على حافه البحر، بعد مو شوي لا مره كذا، يمكن يعني الفرق يكون كم 0.0001 كذا. ولكن زي ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تقتل نفسك كل شوي؟ مو قاعد احاول اقتل نفسي، جالس احاول اني اكون عند الحافه مره. لكن للاسف الحين صار دمي واحد، عشان كذا اضطريت اني الحين اهيل. ولكن شوفوا كيف اخيرا لما كنت عند الحافه سويت الشاين سبارك يا حبيبي، بعدها كذا وقفت لملي ثانيه وبوم قدرت اسوي وول جمب من عند هذا الجدار. فايوه حقين هولو نايت اكيد مستغربين شو السالفه، من وين طلع هذا السكيب؟ هذا السكيب يا حبيبي فقط المحترفين هم اللي يسوونه، اوكي؟ والصراحه هذه الحركه يعني نوعا ما صعبه، اعترف ما كانت سهله ابدا، لكن على الاقل الحمد لله انك تقدر تهيل نفسك اكثر مره. وبعدها خلاص يا حبيبي بعد ما تسكب الاشواك هذه، واللي الحين طبعا انا تيقنت ان في سكيب اللي يخليك تمشي على البحر ولا شيء كذا، واللي طبعا احنا ما احتجناه ابدا. وعارفين شباب انتم تحسبون الوول جمب الاخير سهل، لا صعب، لكن انا حرفيا اعتمدت على الصوت. اول ما نايت هذا يخلص صوت الداش حقه على طول اضغط اكس، وفعلا صارت. فالمهم بعدها تسوي كريستال داش نفس كذا، تخفف شويه كذا بس عشان تفرم على هذا العدو، او هاللي انا ابغى اسويه الصراحه لان هيلثي مره صار قليل. فيا زي ما تشوفوا الاعداء هنا مره يعني كتكوتين وبسطاء يخلوني اهيل على راحتي. وزي ما قلت لكم متخيلوا لو اللعبه هذه ما تقدر تهيل فيها ايش كان ممكن يصير؟ ما اتوقع ان هذا الفيديو بيكون موجود ابدا. ولكن المهم تتسلق عند هذا الجدار وتسوي الشاين سبارك، ولكن للاسف تهدي هنا ما قدرت اهدي للاسف. بعدها تسوي الانفنتوري دروب وهيل نفسك طبعا الاحتياط، وهنا يبدا يعني ميني بوس مره مره غثيث الصراحه.
صح. واللي هو المانتس هذا. المانتس هذا جدا 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 ابغضه واكرهه. لا نشوفه كيف انا احاول اوصله لكن ما اقدر اوصل. يقعد يطير كل شوي. ومش بس كذا، بعد ما تقتل المانتس الاول يرص بالمانتسين. يلا خذ لك مانتسين، ويقعدون يسوون سبام عليك طول الوقت. فالشي هذا كان جدا جدا مستفز ومرعب في نفس الوقت. والمشكلة حاول اسوي الفاير بول سكيل لكن ما يخلوني، كل شوي يطيرون فوق. والمشكلة لما يضربوني ويطيحوني في الاشواك هذه اتدمج مرتين. فهل تتوقعوا شاب اني سويت كمباك ولا لا؟ الحمد لله شاب قدرت اني ارجع هيلث. يب، ولكن يب مرة ثانية دمجوني. وهل تقدر اسوي كمباك يا شاب ولا لا؟ الموضوع مرة يوتر يا شباب. ولكن شاب اكتشفت شيء، اكتشفت ان لما تحشرهم نفس كذا ما يرمون عليك شيء. فبهالطريقة انا حبيبي قدرت اهيل هيلين، تخيلوا. ويا اخي الحمد لله ان نظام الهيل موجود. فبهالطريقة خلاص قدرت اني اقتل المانتش الاول، لكن للاسف ان دمي صار واحد اجين وعرفية كشوي وبيقتلني، لكني قتلته الحمد لله. صراحة كنت جدا جدا مرتعب. ولكن ايوه في مشكلة، في مشكلة جدا كبيرة بعد. المكان الجاي اللي احتاج له ضروري ان يكون عندي هيلثين على الاقل، ما ينفع هيلث واحد ابدا. فيا حبيبي قعدت ادور على عدو عشان على الاقل هي المرتين. فيا لما رجعت لهذا السكرين مرة ثانية لقيت المانتس موجود، وقلت ايوه شكل المانتس هو الوحيد اللي راح ينقذني. ولكن شوفوا كيف شاب المانتس حرفيا دخل عندي كذا، وانا مرة متوتر، توتر مو طبيعي. ولا تلومون زنداني على هذا التصرف يا شباب، لا تلومون ابدا، اللي صار غير طبيعي يا شباب. وقعدت اتساءل يا اخي ليش قاعد اسوي سبيدر لهذه اللعبه، خلاص خلني اكنسل. ولكن قلت لا كمان زايد، احنا وصلنا بعيد، انك تكنسل هذا يعني خلاص راح يكون على الفاضي. لذلك خلاص تقبلت الامر الواقع وكملت. فالمهم اخيرا بعد ما نوصل عند هذا المكان وعندنا اربع قلوب، نحاول نقتل هذا الزبال، لكن للاسف زي ما تشوفون طيحني نفس كذا. ولكن زي ما تشوفون الحين مره ثانيه صار دمي واحد، والشيء اللي في بالي ما صار، المفترض يصير شيء ثاني. فيلا مره ثانيه اضطريت اني القى هلف، ولكن يا اخي اكتشفت اني حمار. العلامه هذه تدل ان في كرسي هنا، فانا لو اتبعته من اول هلثي كان بيكون كامل. وفعلا هذا اللي لقيته، لقيت كرسي هنا مجانا يخلي هلثي كامل. وش السالفه يا زايد، ايش الغباء؟ الله يشاب يعني رجاء اعذروني. ولكن المهم بعد ما يكون عندنا قلوب اخيرا، زي ما تشوفون قاعد اقتل نفسي. زاك السافج قاعد قتل نفسك بكل بساطه يا عزيزي المتابع. في مكان معين لو انت وقفت عليه حرفيا راح يرص منك تحت، ما راح تطنك تشوف البلاتفورم هذا كله. فزي ما تشوفون رسبني كذا تحت، ضربت هذا السويتش عشان يفتح هذا الباب اللي هنا، وخلاص اديت حركات سبيدرنيه يا حبيبي. وبعد خلاص كمل كذا، طيح اضرب هذه الحشره عشان تعرف الهيلث حقك، وحط يا حبيبي شاين سبارك نفس كذا، بتعدي من هذول الاعداء طبعا. والمكان هذا يعني لا تحسبونه صعب، مكان نوعا ما سهل، فقط يحتاج لشويه تركيز وشويه بلاتفورم فورم. وخلص جي جي، بعدها تنزل نفس كذا، وبهالطريقه انت سكبت جزئيه كبيره. وبعدها خلص حاول تتفادى هذه الاشواك، وللاسف انا غبي جدا جالس اتدمج نفس كذا لدرجه انه صار دمي واحد واللي ما حبه طبعا، لكن الحمد لله قدرت اهيل من هذول الاعداء. فيا كمل انزل من هذه الاشواك، اكسر هذا الخشب، وزي ما تشوفون وصلنا عند هذا المكان. وبهالطريقه يا حبيبي احنا سكبنا جزئيه كبيره من البيست دن. وطبعا شباب انا حاب افرم على هذول العناكب سولز، يعني حرفيا كذا يكون اكثر من واحد متجمع في مكان واحد، وانا بكل بساطه قاعد اضربهم من خلف الخشب هذا. ولكن ايضا في شيء مهم يا شباب، نحتاج يكون عندنا 250 على الاقل. فيا اخذت منهم الفلوس، كملت بلاتفورم، سويت الانفنتوري دروب اكثر مره، ونزلنا تحت نفس كذا. وهذه المره يا حبيبي عطها اقوى شاين سبارك واسحب على كل شيء موجود، وخلص ما تبقى شيء عشان نخلص هالجزئيه. الطريق كذا نوعا ما يصير خطي، وهذا احلى شيء طبعا، ما ادري الطرق المتفرعه هذه اللي تضيع الواحد. لكن للاسف ان الشاب هالغبي هذا طيحني مره كذا كذا، وطيحني على الاشواك، فالشيء هذا كان مستفز. لكن الحمد لله قدرنا نهيل، فنكمل سيده نفس كذا. ولكن هنا هدي يا حبيبي، لا تطيح برا الماب ولا شيء. هنا ايضا حاول تشوف بلاتفورم وحاول انك تنتبه انك تطيح، لان عادي تضيع تقريبا 40 ثانيه ولا شيء لو طحت، فهذا الشيء ما نبغاه ابدا طبعا. فيا ندخل عند هذا البيت، نسوي كرسل داش نفس كذا، ونرتاح على هذا الكرسي عشان يتفعل تشيك بوينت. ولكن ايوه وش السالفه، ما اقدر اطلع. هذا طلع مش تشيك بوينت، طلع ان هذا فخ من هذول العصاعيص. فيا العصاعيص هذول يضربوك ضرب ويحبسونك في ما ادري وين الصراحه. ولكن الشاب ولد اخوي دخل علي وهو معاه صفاره، حرفيا تفقع ابو الاذن.
لذلك عارفين طريقة تلعب والصفارة مرة عالية. ولكن أيضا زي ما تشوفون جينا الحين لأغث عدو في اللعبة حرفيا. العدو هذا أول ما يحاول يضربك على طول أنت حاول تضربه ضربة كذا ورجع، لا تحاول أنك تكون طمع أنك تضربه ضربتين ولا ثلاثة، لا ما ينفع، لأن عارفين هذا الزبال لو ضربك بالأشواك حقته بدمج قلبين تخيل. عشان كذا حاول انك تستعمل فاير بول واحاول انك تكون صبور نوعا ما معاه، وخلاص بتقدر تعديه بكل سهوله. وبعدها خلاص كذا كمل بهالطريق. ولكن شوفوا كيف الشاب ضربني هذا وطيرني عند الاشواك وصار دمي واحد، ولكن للاسف ان هذا قتلني بعد. فالشيء هذا كان جدا جدا ينرفز. السيناريو هذا مستحيل يصير، ليش صار الحين ليش؟ فيا شوفوا كيف الحين رجعني عند هذا الزبال ومره ثانيه بطرني انتظر نفس كذا. ولكن ايضا شاب ولد اخوي كان يقول لي انه يبغى الحلاوه وكذا، وانا كنت اقول له لا، لان الصراحه كان حقي يعني انا كنت ابغاه، كانت كذا حلاوة نوتيلا مع البسكوت مرة مرة رهيبة الصراحة حبها. فأنا آسف يا حمودي لكنه مالتي أوكي. ولكن الصراحة شاب كان خاطرة فيها وبقوة، وأيضا الحمد لله شاب إنه كان فيه قطعتين من هذه الحلاوة، لذلك يا حبيبي عطيتها لأني كريم يا شاب، مش لأنه يعني في اثنين، لأن صدقوني شاب لو في واحد برضو راح أعطيه ما عليكم. المهم نكمل في سبيدر حقنا، نوصل عند هذا ياب مرة ثانية شاب خوينا، ونقعد نضطر نحاربه نفس كذا. أقسم بالله جدا يطفش، والمشكلة شوف كيف ضربني ضربة ودمجني دمج مره كثير. ويا زي ما تشوفون سويت ستارت يا شباب عشان اعطي لولد اخوي الحلاوه اللي يبغاها، لان هذا سبيدر الصراحه كان تافه يعني، كمان انت مت من سونيك كذا كثير بدون التشارم حتى ما ماشي، الوضع كان جدا سيء. اشوف لكن من بعد ما تقتل هالزبال هذا اللي طول نفس كذا، على طول استعمل دريم من الحقك وخلاص راح توصل الى اخر دريمر. اضرب الضرب يا حبيبي واستنزفه نفس كذا وخلاص يا حبيبي، ما بقى اي شيء، كل اللي عليك تسويه انك خلاص تخرج من هذا المكان، تتسلق هذه البلاتفورمات وحاول انك ما تطيح زي ما قلت، وعلى طول افتح المكان هذا حق الفاست ترافل واللي زي ما قلت يحتاج 250. ففي احد السبيدرنات ما كانت عندي الفلوس الكافيه فما عرفت وش اسوي الصراحه. فيه يجيك هذا الشخص، على طول روح اختفي لاول مكان، اوصل للبئر هذا روح على اليمين كذا وتسلق الجدار نوعا ما وعطى كريستال داش عشان خلاص على طول توصل للهالو نست هذا. فيا ادخل هذا المكان وروح عند النست هذا وانتظر الانيميشن هذا اللي نوعا ما يطول اعترف، لكن ما في مشكله اللعبه طول الوقت انت ماشي فيها فراح اعذرهم الصراحه. فالمهم بعد ما ندخل المكان على طول يا حبيبي يسوي اقوى شاين سبارك نفس كذا، ويلا يا شباب الحين يا زنداني لازم تستعد لاقوى قتال ممكن تواجهه في حياتك المهنية والدراسية والعملية. وصلنا يا شباب عند الفاينل بوس. اول ما تدخل عليه على طول كسر السلاسل الاربعة هذه زي ما تشوفون، الاول والثاني والثالث والرابع، وخلاص جهز نفسك يا حبيبي لانك راح تقاتل الهولو نايت، هو نفسه عنوان اللعبه فاعل عموم زي ما تشوفون. البوس هذا شام كل بعض احسه صعب لكن حرفيا البوس سهل. ياب سمعتوني صح، البوس سهل، عنده كذا كم حركه لازم تعرف شو تسوي لما يسويها. مثلا شوفوا كيف لما يسوي داش حاول انك كذا تضربه على تحت وعلى طول عطى اكثر من فاير بول. وايضا في شيء حلو انه لما تضربه ضربات كثيره البوس كذا ياخذ ستان وبهالطريقه خلاص تقدر تهيل تقدر تسوي اللي تباه، فهذا الشيء كان مره اسطوري يا حبيبي. ولكن زي ما تشوفون لما يرمي عليك الكرات هذه ايضا تقدر وراها لان هذه الحركه الصراحه صعب انك تسولها دوج. فيا زي ما تشوفون انا قررت اني العبها سيف، اقدر اكون مره اجريسيف لكن لا يا زايد العبها سيف. فاكثر شيء تسويه انك كذا تعطيه الداشات نفس كذا وتروح من وراه وتسوي فاير بول وتضرب ومدري ايش، ولما يسوي داش عليك نط اجين عشان تروح فوق ومره ثانيه تكمل ضرب. عارفين حركه الداش حقته هي الافضل، يخليك بسهوله تضربه وتعطيه له فاير بول نفس كذا وشيء حلو. وبعدها شوفوا كيف راح يبدا يطعن نفسه وخلاص اعرف انك وصلت الفيز اللي قبل الاخير واللي تقريبا نفس حركاته لكن بعض الحركات ضافت. ولكن زي ما تشوفون شاب فجأة كذا قرر انه يعطيني حركات مره قويه، اوكي ضربني ضربه لكن حاولت انط من فوقه ونط مره ثانيه، ومره ثانيه رمى عليه عصير البرتقال هذا والجي جي، الحظ هذا الصراحه كان جدا 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 سيء، ومرات تشوفوا كيف راح يسوي باري وانت ضروري انك تكون جاهز لهذا الباري، لازم كذا تكون فوقه ولا تحاول انت تسوي له باري بعد، لان يب اللعبه هذه فيها باري، لكن الصراحه جدا صعب، غير معتمد عليه ابدا، الا لو في تشارم يقوي الباري ولا شيء ما ادري الصراحه، ولكن شوفوا كيف لما يوصل الفيز قبل الاخير راح يطعن نفسه نفس كذا، وفي هذا الوقت انت تقدر يا تدمج او يا تهيل. انا طبعا الشاب لاني مره شخص ريسكي ما يحب يهيل، يحب يقاتل قتال قوي حتى لو صار دمي واحد
ما ابغى هيل. وايضا شاب شوفوا كيف في الحركه هذه، والحمد لله شاب اني سويت سبيدر لكب هيد، لان عارفين هذه الحركه قدرت اتعود عليها بسبب كب هيد. عرفتوا بوس القطار هذاك في كب هيد وكيف اني فر عليك نيران طول الوقت؟ نفس النظام هنا في هولو نايت، فشكرا كاب هيد. ولكن طبعا للاسف اني مت، او صراحه خلوني اكون واقعي، انا مو بجالس اخذ هذا البوس بجديه، لاني اصلا انا اوريدي وصلت ساعه، فقلت على الاقل بحاول اتدرب على هذا البوس. فيا بعد موتات كثيره الصراحه، حرفيا موتات كثيره لدرجه اني حتى انا صرفت من نفسي، قلت شو السالفه، انا مش نوب لهالدرجه. ولكن بعد خلاص لما تضرب الضرب يوصل الفيز الاخير، وحرفيا بس تبقى له حركتين، الحركه الثانيه حرفيا كلها انمسحت. يعني تقريبا لما توصل هالمكان اعرف انك فزت، مستحيل انك تخسر ابدا، حركاتها حتى جدا سهل انك تتفاداها. فيا لما تضرب الضرب نفس كذا تستنزف النزيف النهائي يا حبيبي، وتاخذ النيران حقتها ولا اللي هو، الصراحه ما ادري ايش قاعد يصير، ولكن يا حبيبي تشفط كل شيء موجود في الحياه الين ما يكون ما في شيء. خلاص انت يا حبيبي حتى شفطت الانوار، والتايمر تلقائيا راح يوقف. وزي ما تشوفون وصلنا يا شباب او ختمنا اللعبه في ساعة و22 دقيقة، وطبعا يعني بدون اي شك الرقم هذا مره زباله ولا ارضى فيه ابدا، لذلك سبيدران ثاني يا حبيبي. ولكن هذه المره شباب تعلمت من اخطائي، على طول حطيت التشارم لما قعدت على الكرسي. ولكن يا شباب حركه الشيد سكيب نوعا ما كانت اوكي المرة الاولى، والمرة الثانية للاسف اني ضربت هذا الشيد، ولما تضربه خلاص بتضطر انك مرة ثانية تموت. ياب وقت جدا كثير جالس يضيع، لكن شو سوي؟ ولكن يلا على الاقل هالمرة بقدر اسويها صح؟ للاسف يا شاب اني يلا المرة الأولى ما قدرت أسويها، المرة الثانية ما قدرت أسويها، المرة الثالثة ما قدرت أسويها، المرة الرابعة ما قدرت أسويها، ولكن في المرة الخامسة برضو ما قدرت أسويها. يلا يا زايد باقي 47 ثانية ترى، حرفيا شو ما أدري إيش صار فيني، فجأة صرت ما أعرف أسويها، مع إني كنت أسويها من أول محاولة ثاني محاولة صرت فجأة ما أعرف أسويها، حرفيا شوفوا كيف كثير وقت جالس يضيع، ويلا باقي 25 ثانية. ولكن خلاص الحمد لله قدرت اسويها بفارق 22 ثانية واللي هو طبعا مرة سيء، لكن شو نسوي؟ أهم شيء متقدمين في الوقت، وأنا أصلا بس أبغى أعوض وقت بوس حق سونيك، بس هذا، الباقي عادي نلحق عليه. وأيضا زي ما تشوفون لما تسوي ستارت كذا وتقعد تسوي داش، النايت حقك حرفيا راح ينام وفي نفس الوقت راح يمشي، فهذه الحركة أيضا مفيدة لو تبى تسكب الثواني. ولكن يلا يا شباب وصلنا عند بوس سونيك، لذلك يا شباب هل زنداني سوف يفعلها من أول محاولة ولا لا؟ لذلك يا شباب راح أترككم مع الفايت كامل.
نعم يا شباب، كنت on fire، كنت on fire في هذا الفايت. عارفين شوفوا كيف بسبب الشارم قدرت تسويه بسهولة، لأنها هذا البوس هو اللي معذبني حرفيا في سبيدرن كامل، البقية نقدر نعوضهم بسهولة. ولكن يا شباب اللي صار في جزئية الليزر هذه إني ياب انقتلت. أسحب كلامي شباب، خلاص المكان هذا مو بأفضل مكان في اللعبة، المكان هذا أسوأ وأفشل وأخيش مكان في اللعبة، والعدو هذا أخيش وأسوأ مكان. أكره هذه الجزئيات شاب حقيقة، أكره هذه الجزئيات وبقوة، لذلك خاصة اضطريت إني أرجع مرة ثانية. وعلى الأقل يلا أخذنا الشاين سبارك بفارق 7 دقائق، لكن سكيب هذا صراحة عانت فيه نوعا ما، ما أدري إيش مو بجالس يضبط معي أبدا، لكن خلاص أخيرا ضبط. والمين بوز حق المانتس هذا يا حبيبي أول ما وصلت عنده على طول ضربت على تحت، ضربت على اليسار، عطيته فاير بول مات على طول بسرعة. ومرة ثانية قعدت أنطنط على المانتس اللي هنا وقتلته على طول، حرفيا أنا كنت جلاد في هذا الرن. لو ما كنا بنحسب الموتة حقت الكريستال بيك اتخلص من هذول المانتس بسهوله. واضطريت يا شباب اني امدح نفسي اوكي، لان فعليا اللي سويته شيء اسطوري فلازم امدح نفسي. فكل شيء ماشي تمام في هذا السبيدرن، حرفيا ما في اي مشاكل ابدا، يمكن حيل المشكله الوحيده هو الفاينل بوس. لذلك يا شباب خلاص شوفوا كيف وصلنا عند الفاينل بوس والدقيقه 54، لذلك لازم ما تموت ابدا، لان احتمال لو مت الحين خلاص راحت عليك. فهذه المره يا حبيبي قررت اني العبها سيف، وايضا يا شباب اخليكم مع الفايت كامل كالعاده. وبهذه الطريقة أنهينا اللعبة في 56 دقيقة و 45 ثانية. يا إلهي ما أصدق نفسي يا عيال، ما أصدق أني فعليا قدرت أسويها، حرفيا يا حبيبي من أول محاولة قدلت هذا البوس، كنت on fire في هذا السبيدرن. فأشوفوا كيف الفارق 25 دقيقة، يا إلهي ما هذه القوة يا زنداني. ولكن شاب زي ما عودناكم الزنداني يا شاب ما يعرف شيء اسمه سسلا، جبت له دارك سولز 1 قدر ينهيه في أقل من ساعة، جبت له دارك سولز 3 قدر
قدر ينهيها في اقل من ساعه. جبت له سيكرو قدر حبيبي كل لعبه في اقل من ساعه لو كانت قابله طبعا، مش اي لعبه يعني. ولكن شوف الموضوع كان صعب الحقيقه، اضطريت اني اقعد اضارب البوسز اكثر مره واتدرب اكثر مره، وحتى يا رجال حملت مود عشان اتدرب اوكي اتدرب، حطوا عليها اكثر من خط هذه الكلمه، لان يا شباب جالسه توصلني اتهامات اني انا استعمل تشيت انجن ومدري ايش. لكن يا اخي انت فاهم ايش انا جالس اقول، انا استعمل تشيت انجن والاشياء هذه عشان اتدرب بس، مش في الرن الحقيقي. اساسا كل سبيدرن سويته نزلته في قناتي الثانيه، وايضا موقع speedrun.com قبلوا اكثر من سبيدرن سويته، وطبعا بعضهم ما قبلوا سبيدرن، مثلا كاب هيد ما قبل سبيدرن بسبب الفي سينك والاشياء التقنيه هذه، يعني هذه الاشياء ما ادري ليش تنحسب. فايه انا ابدا ما اغش في سبيدرن حقي، لان يا شباب اصلا خلينا نكون واقعيين، ايش الفايده لو غشيت؟ ممكن حد يقول لي راح تحصل مشاهدات يا زايد بكل سهوله وتسوي سبيدرنات بكل سهوله، صح كلامك، لكن السبيدرن حقي ما راح يكون له قيمه، ما راح نحط في الموقع، ايش الفايده؟ ليش اغش؟ ما احب اغش ابدا، يقتل من المتعه تماما، يقتل المتعه كمقطع ويقتل المتعه كسبيدرن. لذلك يا حبيب السبيدرن يجري في عروقي. ولكن كل بعض يلاحظ يقول زايد شو السالفه، مكتوب التايم 1 اور ودقيقتين، ايش اللي اقل من ساعه؟ يا شباب خلوني اقول لكم شيء، هولو نايت جاست تحسب الوقت كامل، حتى مع اللودينج، حتى مع اللقطات، حتى مع كل شيء، الوقت اللي بدون لودينج هو اللي موجود في اللايف سبليت، واللي هو طبعا 56 دقيقة. فيا الغلطة يا شاب غلطة اللعبة حرفيا، مش أنا أبدا. ولكن شاب خلاص، أهم شيء خلصنا اللعبة هذه، وزنداني المعلق سوف يذهب. أراكم على خير. 56 دقيقة و 45 ثانية، وين يودينا؟ يودينا مركز 677، ومو بالصفحة الأخيرة ولا الصفحة اللي قبل الأخيرة، بل الصفحة اللي قبل الأخيرة، فهذا شيء جميل راح أخذها بدون أي شك. وزي ما قلت لكم شباب، صح إن في اللعبة مكتوب ساعة، لكن لو مسحنا أوقات اللودينج راح يكون أقل من ساعة، فالغلطة هنا يا شباب غلطة اللعبة، لأنها جالس تحسب الأوقات اللي فيها لودينج، وهذا شيء غير منطقي. يعني مثلا شوفوا كيف ألعاب السولز تحسب الوقت اللي داخل اللعبة، أوقات اللودينج ما تحسبه لأن لودينج ترى. فايا بس عشان حد يقول لا زايد مكتوب في لا، انا شويت اللي علي وختمت في اقل من ساعة سواء رضيت ولا اوكي خلاص ما. وبس شباب سبحان الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ونشوفكم على خير.